المعاناة هو أنسب عنوان لحياة سكان ما يسمى الدوار رقم 1 والدوار رقم 2 ببولانوار، يقطنون في دور الصفيح أو الكاريانات كما يسميها المغاربة بالعامية. على مر أيام السنة يعيش هؤلاء المواطنون معاناة حقيقية على جميع المستويات، تجمعات صفيحية تقطنها أزيد من 1000 أسرة في أكواخ أقرب إلى الكهوف منها إلى المساكن. دوار رقم 1 ودوار رقم 2 حيان صفيحيان يوجدان في إقليم خليبقة، وتحديدا في قرية بولانوار. أبواب باراريكهما تخفي وراءها معاناة كثيرة. هنا أطفال وشباب كثيرون ورجال يجلسون أمام البراريك، لا شك أن هذه الأخيرة ضاقت بهم، لذلك يفضلون الخروج إلى الهواء الطلق على البقاء محبوسين بين جدران ضيقة، بينما النساء والفتيات الصغيرات يصطففن أمام السقايات من أجل جلب الماء أو لتصبين الملابس. وسط بركة مائية آسنة تنبعث منها رائحة كريهة، وهنا تزداد المعاناة. قال وليدي راه ذكرى طببت ورا تشوف هذه ذكرى اللي جاي معاك على المويعنا ديالك كاع المويعنا ديال العام رانا كنرسل لك الجو كل طريق ماشي غنجي تشديتي هذا الشق مزيان سير تلعب سير تلعب سير تلعب جوك بعد ما تسير زعما جات شوف هذه الجو ديالي انا جاي باش نسولوهم ضروري ايه شوف الشقرا هو البيت لا خصك تدخل منو العقرب باش باش نسدو سدينا ما سدينا راه تدخل علينا من العقرب سدينا راه من تحت طالع من تحت الفوق عقرب راه عقرب وكليب راه حمير الحشه الحشه عرفتي قداش هونيت عرفتي الحشه قداش عشره الحشه اللي غيمشي فيها واحد عرفت شي حشتي قداش؟ أولا العذر الحمير الناس فرح الناس إلا جات الشتا الناس تتفرح لي حنا ما تنفرحوش ليها أولا الصيف كذلك العذر بالنسبة كهكذا حنا نسميو فريقين من ناحية الصيف ومن ناحية العذر ومن ناحية كل جهة إلا قاصتك عذر ما تجي لها راسك تموت تموت من العين زينا مجموعي رام في رام خلي فاش كنا مع كبير على البوطه وتنخرج هنا راه في راه مع كبير قاصت الحال كنشعل على ما ناكل ونخرج انا والمراه شي مسكينة ما دار معنا حتى شي مجموعي في الكرطونه راه مجموعي ديال الماعن في الكرطونه ليلى عند من شكيتو شكينا على راني صديره ما دار لينا والو مشينا للعمل دخلنا عند سعادة الامين مباشره جلسنا معاه تحاورنا مع الديانه نتصاور قلنا له ودي الحشة تطيح بينا الشغم علينا من فوق ومن تحت حنا في واحد الازمة كنت سمنا الحبس الحبس نعيشو في الحبس ولا العيشة اللي عايشين حنا مكرفسين مكرفسين حنا وليداتنا الناس تجي الشتا تتفرح لي حنا ما تنفرحوش في الصيف كذلك العقرب الحمير الحشرات من كل شي حتى حنا ولينا حشرات الناس اللي عايشين في الزبالة حسن من عايشين حنا حنا ميتين وحنا واقفين مدفونين حيين مدفونين حيين وحتى حاجة ما كاينة حتى حنا دابا دايرين معانا والو العام يجي صافي غادي يكون الحل ديالكم غيكون البقعة ديالكم غيكون أو ديروا معنا حل عطوه فتحوا لنا واحد الباب الله يجزيكم بخير منين ندخلوا خلينا نمشيو عند سيدنا منين بداو غادي تجمعوا الماس ديالنا نبغيو نمشيو عند سيدنا تيحبسونا تيقول لكم ما تمشيوش ما عندكمش حق باش تمشيو علاش كذلك كل يوم كيغدا كيبغي غدا ودابا الله يجزيكم بخير تخرج تشوفوا الحالات اللي الناس عايشه فيهم الحشاش غير الناس معدي ماشي الحالة عندي كلها عند الناس كلها عند الناس هاد الحالة دخل عندي راس الديك دخل عندي الخليفة ودخل عندي القيد وجاوني التقنيين وقالوا لي شنو غنديروا لك انا عندي ربع ايتام قالوا لي خرجي كري شنو غنديروا لك حنايا شنو غندير لك غنموت فيه قلت لهم عندنا موتي ولا بعدي ما عندناش ما غنديروا لك ويعني انت راك كتشوف فيهم مجموعين خلي عارف اش تاني لا اله الا الله هذه ها هي قدام الباب راها ماشي حتى لحد الجيره رخيصه ربي تيشهد عليا ها هي في راه الباب ديالها ورا الباب ديالها في الراه راه الباب ديالها هذه حشي هذه غاف شوفها
هادي غارة هادي انزل عليا هادي عايشين نباشر علاش باشر خلص يلا صافي زيع لي راه شوف في حشة شوف هادي غارة هادي كيف يديروا الناس تيك هادي غارة الناس غاتعيش خليها فوق والله الا مزيان ملي رقدتي هادي عيش دوك حنا عايشين راه فين راه الباب ديالها الاخر توقف فيه الباب الاخر تا ها الباب الاخر توقف فيه راه ها ايوا هادي راه غيران فين يلعبوا لينا الاولاد فين راه في الراغ هذه من هذا نموتوا نطيحوا فيه راه هذه هذه عيشه هذه عيشه هذه عيشه انا فاطمه حدها هذه هذه عيشه دابا فين غيعيشوا شنو خارج منا شوش الخارج وكيدير عيشه كيف يدير بنادم كيعيش ويحرصات اللي كانوا في ديك الفلده ياخذوا الكارتين حنا وليداتنا معذبين 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 واحد العذاب ماليش الحد احنا معذبين واش هذه دركو هذه سكنه ويسكنوا فيها الاولاد يسكنوا فيها الناس يسكنوا فيها كي غيديروا تيسكنوا هاد الناس كي غيديروا تيسكنوا فيها احنا مغامرين بعمارنا هاد السيده حتى هي كذلك كانت العيشه اللي عايشين اش بغيتو يا سي محمد يصقر لينا الدار اللي تنقدنا من الماء غادي يشوف الماء حد الان راه باقي في حيط واحد هي اللي بلاتي مين هذيك الدار بلاتي الله يجازيك بخير هذه البلاصه تتعمر ماء من هنا حاليا وتتمشي هاد المسافه كلها تتعمر ماء وهاد السكان هادو اللي تطب الشتا تيغرقوا لا هما لا ولادهم هاد الدار هذه اولا وثانيا هذه فيها الماء كل ما كان شي يدخل فيها الماء الناس بدا غادي تا هي غيشوف الما فين باقي لي واحد ليها كنا القايد القايد عمروها وكنا باش غنعمروا عندنا الامكانيات ما غنسكنوش والله الا عرفتي هذيك هزات الفوق تلعب يلا القايد قال لنا عمروا هذه قلت لي واش نعمر انا معت 40 متر ونقد نعمرها انا ما عندي لي ثمن قد نعمرها ديري قلت لي خاصها الكميون قال لا عمروها باش شقا يعقد يمشي عليكم الماء قلت لي لا نعمر انا مالي عندي قلت لي هذيك راه خصها قلت لي هذيك راه خصها قلت لي بغينا نبقى عينا حنا ما بقاش لنا العيشه هنا ما نعمرو ما بغينا بغينا نبقى عينا بغينا نبقى عينا ما بقاش لنا العيشه هنايا حنا اش خليتي ما كديناش نعيشو هاد العيشه راه ما كديناش صبرت قاده صافي صبرت قاده صافي ما كديناش حنا حدي الان تنقولو راه غنحرقو روسنا بالله صافي جات الشتاء تمحنا جا الصيف تمحنا العقرب انا هاد البنت راه قرصت لي عملو قلنا انا هاد البنت راه مقروصه راه قرصه عقرب طالبوا بحقنا حنا كعباد الله بغينا نبقى عينا ولادنا ما هما من القاري ما هما من الخدامه ما هما من التناظر دابا تنطلبوا الله يجازي سيدنا والاسره الملكيه يديروا لينا حل احنا معذبين احنا وليداتنا يعطونا بقى عينا واش بقى عينا كاينين قاعينا حاليا كاينين وما عطاوهمش لينا قاعينا كاينين وما عطاوهمش لينا اللي مشيتي عندو تيقول لك انا نسير سير العمل نعمكم رئيس ديال كوكسين الجامعه ملي تنديرو المسيره نكون نمشيو للرباط نحكيو على سيدنا تيديرو يعرضونا هاد الدار ليس عظمى عايشين في وسط خنازه في وسط واحد الحاله اللي مالياش لا حد ولا دود راه حداك تما الدود الناس غادي ترحل بالدود دود كاين ترياب غريب مرة مريبة ضعف والخطرة طايحة دابا حالة دابا ساكنين في هاد المحل ديال الأخت ديالي هاد راه بعادي عامين الحشة طاحت ملي أولا شتات الإصلاح ما عطاوهاش ليه ما دار معاهم حتى حد هاد سمي الحشة هاد المحل أولا هاد سمي الحشة طيب ملي طاح الحاد بدا الله ما قتل الناس وما تسوقو حتى واحد الحشة كاينة وكيدير هاد الناس غيعيشو غير عيش هاد الناس غيعيشو هاد الناس أولا نتايا غيعيشو هاد الناس شوف الحمار قوت ما قدش يطلع بهيم وما قدرش يطلع شوف وما قدش يطلع شوف المعاناة اخويا مع هذا الماء
كيفاش الناس كتعاني صباح وعشية، وهاديني كيبين لك الصورة مفاجئة. هاد المأساة الحقيقية اللي كتعيشها الناس، جميع سبل العيش كريم ما كتوفرش عليها والو. حتى الماء باش تبقى حية، تشرب الماء باش تبقى حية، هي صعوبة باش تجيب هاد الماء. شوف صعوبة، شوف هاد الحالة، أطفال عوض ما يقراو كيسقيو في الماء. شنو هو العيش كريم؟ هادي هي مقتضيات الدستور. حشومة وعيب وعار هاد الناس هادو اللي خلاونا في هاد المأساة، ما نسمحوش اللي خلانا في هاد المأساة. حنا كنلتجئوا لسيدنا. شوف هاد المأساة هادي مع الماء، شوف هذا هو الماء الصالح. حنا كبرنا هكا ولادنا تما تيطلعوا هكا، ولقينا والدينا في هاد الشيء، حنا كبرنا في هاد الشيء ولادنا تما. أجيال كتعاني بحالك يا أجيال، أجيال. لأن هاد السكن غير لائق منذ 1997. نسينا نسينا، حنا ما عاقلش علينا، ما كيتفكرنا حد، ما كيشوفنا حد. الله يخلينا سينا. أو حاجتهم أو حاجتهم، حنا عايشين على راحتنا. خلينا سينا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. أنتم خرجوا لي سيدة، حنا ولينا راه معدمونا ومحنونا. بقات بحال ولدي هادي، ما بقاش ظهرات. حاضرين للنوم مع آبائهم وأمهاتهم في غرف ضيقة تفصل بينها ستائر ثوب رثة، تجعل كل واحد على اطلاع بحركات وسكنات الآخرين. بغينا نبقى عينا، الحشة بغينا نبقى عينا، بغينا نبقى عينا، زيد ويتها تيا، بغينا نبقى عينا. لا لا نبقى عينا، حنا محنا، حنا محنين في الماء وكل شيء، وعكبة وكل شيء وزهرة، حنا عايشين لا حنا لا ولادنا لا والو، كان عايشين رزق. صافر الله يحفظك. يلا السلام عليك. زيد عكير. نعم لا ما كاين حتى مشكل. شنو بغينا القاعد نمكن كاميرا؟ ايه ما قدينا مسكين، ما قدينا نقتلو مسكين، وقهو راموس وما عندنا من بينا احنا نتلاوقو. العام اللي جا قلنا نعطيكم قاعيكم، شي قاعي ما كاينين والو. العام اللي جا قلنا غادي نبقاو نعطيكم العام اللي جا، هي بينا كدالي حتى حاجة ما كاينة والو والو. تقهرنا وشوي وشوينا تحقنا سمعهم ولا بليالي. عم تضربوا عم تضربوا كم تضربوا دو مالي نقطعوا عيوننا مشطره. يلا بسلامة. لا أحد يعلم متى ستنتهي، فإذا كان المثل يقول أعطيني سكنا لائقا أعطيك مواطنا صالحا، وإذا كانت مثل هذه التجمعات تعتبر فضاء خصبا لبروز أهم الظواهر الاجتماعية السلبية، فإن القضاء عليها يجب أن يكون أولى أولويات القائمين على شؤون القرية. واللبيب بالإشارة يفهمون.